السلام عليكم يا البنات في فيديو جديد. اليوم في اول يوم تاع رمضان نقول لكم صحه رمضانكم يا البنات وتصوموا بالصحه وهنا ان شاء الله. لهذا الوصفه اليوم البريميجر راح نسبق ندير لكم شوربه فريك. الشوربه فريك هذه الفريك مثل ما درتوش باسكو ندير مع عرفه ما عليناش. الوغ واش راح واش عندنا زوج حبات زروديه متوسطين، عندي حبه تاع القرعه باسكو تمرر من كتروج، عندي حبه تاع البطاطا الدور تاعها انها تقلي شويه لاصوص، عندي هنايا حبه بصل مسكرفجة، حبه طوماطيش مسكرفجة، عندي هنايا مورسو تاع الغنمي هكذايا، وعندي شويه مقطع تحبوا بقري ولا غنمي مقطع. انا صرخت شويه ماما كان عندها شويه لي ستاك درتهم باش يمدوا الكو، وهذا هي مدة وريقه في الضحكيش علينا الناس قالت لي ديري الشربه بلا لحم غنمي باسكو الصراحه ان اللحم غنمي ما نحبوش في لي صوص، نحبوه مشوي برك. على بالي بلي كاين بزاف اللي ما يحبوش لوكو تاعو، كل واحد والكو تاعو، واللي ما يحبش كاع يديك اللحم وما يحبش يدير اللحم يقدر يديرها بلا لحم عادي وتجيكم بنينه ما شاء الله. ولا تقدروا ديروا جامبو بصح جامبو ما تضيفوش دوكا، جامبو وقتاش تضيفوه قبل ما ديروا الفريك بشويه، ولا نور ما ديروا الفريك ليسونسيال قبل ما تطفوا على الشوربه تاعكم بواحد الخمس دقائق ديروا هذاك الجامبو. ليسونسيال عندنا هنايا ثلاث فصوص تاع الثوم ولا اربعه، انا عندي اربعه صغار، عندي شويه حشيش مقطع، عندي شويه زيت مكتروش زيت على جنب هنايا الغنمي راكو تعرفوا يطلق ليدام، عندي مغرف كبيره تاع الطوماطيش تاع البطاطا ولي زيبيس دوك نديرهم معاكم كي يكون طيب. الوغ اول حاجه نسبق نديرها هي الزيت هكذا، بصل طماطيش كرفج هنايا الثوم دوك نضيف اللحم كذا ما نكثرش بزاف اللحم غنمي ماشي حتى تجي قاصحه بالكو تاع الغنمي، يعني اللي ما يحبش الكو تاع الغنمي كيما انايا ما راحش كاع العمل يتاثر بهذا الكو. وراح نقول لكم باللي ولا الشوربه هذه بزاف بنينه، عندي صاحبتي متيزي بزوجة كلاتها قالت لي شربه البنينه كاع هذه اللي كليتها في حياتي. ديجا دوك الا شافت لا فيديو راح تخلي لكم كومونتير وني بانغلي لكم بزاف عجبتها. هذاك النهار راح ندير شويه حشيش ما نديروش كامل نخلي لافان. دوكا راح ندير عندي هنا تقدروا ديروا الا ما عندكمش قرفه تاع العود، انا ديجا هذا بقالي شغل العود كان مكسر، ديروا قرفه تاع البودره بصح ما تكثروش على خاطر تكحل لكم المرقه. عندي شويه فلفل عكري شويه فلفل الكحل شويه راس الحانوت، ماشي لازم راس الحانوت اللي ما عندوش ما يديرش. عندي شويه قزبر راح ندير دوكا شويه ونخلي شويه لافا. وراح ندير طماطيش تاع البطاطا دوكا باش ندير الملح دوكا نقليها. كما قلت لكم تقدروا ديروها بالدجاج اللي يحبها بالدجاج، انا غدا نحبها بالدجاج، نحبها نديرها لذتوها بالبلون، انا نحبها نحبها بالبلون ونفتتو كما يديروها في العراس، سينو نديروها بالجناح ولا بهذيك داك السنسور الطار هذا. اش رايك ريح ما نحكي لكمش بنينه. دوكا باش نجي ندير الخضره باش هي تاني تتقلى معاها. زروديا نحطها هكاك على حبه، البطاطا باسكو خشينه قطعتها على ثلاثه ونحبك نخليها شويه هكا تتقلى هي تاني ونجي نمرق، ما نمرقش على جهه نمرق على جوج مرات. انا بنجي نضيف الحميصه
والفريك. احكيكم اول مره درت فيها شربه، ماما كانت كنديرها في بالها ما نعرفش نطيب شربه، كي تشوفني انا ما ندخلش روحي في الطياب بزاف تقول لك دي فوا ماما تقول لك بالك ما تعرفش طيب بنتي. جات خطره ما كانتش في الدار درت في الليل شربه، كي جات من الباب دخلت لقى فيه ريحه الشربه تاع تقول تاع العراس، يعني شغل كون درتها اول مره وجات يعني بلا غير جات بنينه. يعني باش نقول لكم بلي ماشي كي تشوفوني زعما نطيب غير الباتيسري، ولا تقولوا الطفله هذه ما تعرفش طيب طياب. انا جست جاغ نميل لا باتيسري كثرت هاك، شغل نحب لا باتيسري، نحب نطيب ديسير، نحب ملي كنت صغيره الميول تاعي بوكو بلوس للحلويات. هذا ما كان دوكا واش ندير، عندي ما سخون نمرق بالماء سخون هكذا ما نمرقش كامل، ومن بعد نجي نزيد كي تغلي وتبدا تطيب الخضره نزيد نضيف دوكي نحق هذيك المرحله نجي نوريكم. نص الخضره اللي راهي طايبه هاي ليك خضره طيب بيان، دوكا نحيوها دوكا نحكموهم ونمكسيوهم مع شويه من المرقه هذيك اللي تاع الشوربه. دوكا نحكموا هذه اللي رحيناها رجعوها داخل الشوربه. دوكا نجيو نضيفوا الماء، دوك ما شفتو من قبل ما درناش بزاف الماء. هاي ليك دوكا غير تبدا تغلي، مازال ما غلات كي تبدا تغلي نضيف لها الفريك والحميصه. هيدا تبقبق دوكا واش راح ندير، انا مقبل نحيت شويه هاي ليك تاع الحشيش وراح ندير لها جوج ورقات تاع النعناع هكذا، ونضيفو ثاني الحميصه كي بدات تغلي. الحميصه حسب الرغبه، كاين اللي يحب بزاف الحميصه كاين اللي يحبش بزاف الحميصه. انا درت شويه كما راكم تشوفوا، وعندي ربع مغارف كبار تاع الفريك شمختو بيان سور غسلتو ونقيتو اكيد بالحجر ونخلطو ونخلوه يزيد يطيب واحد ربع ساعة وصاي بون تكون نورمالمون الشربة تاعنا واجدة. هاديك يا البنات دوكا نطفو عليها. لحقنا نهايه الفيديو يا البنات، هذيك الشوربه تاعنا كي العاده دائما نقول لكم ما تنساوش ديروا لنا جيم في الفيديو وتشتركوا في القناه اللي ماشي مشتركه، وبقاو على خير نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفات جديده. سلام عليكم.